أسدل الستار أول أمس الأربعاء على التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة رقم 30 لكأس الأمم الإفريقية ب14 مواجهة شهدتها ملاعب قارة المواهب في الجولة 16 للمجموعات 7. وباستثناء الإخفاق المتوقع لمنتخب مصر صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة والمفاجئ لمنتخب نيجيريا حامل اللقب، حجز كبار القارة مقاعدهم في العرس الإفريقي الذي تستضيفه غينيا الاستوائية في الفترة من 17 يناير وحتى 8 فبراير 2015. في المجموعة الأولى أمن منتخب الكونغو بطاقة التأهل الثانية بفوزه الثمين على نظيره السوداني بالخرطوم بهدف دون رد، رافعا رصيده لعشر نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المنتخب الجنوب إفريقي الذي فرض التعادل بهدفين في كل شبكة على مضيفه منتخب نيجيريا وأجبره على التخلي عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي على أرض بلاد مانديلا. في المجموعة الثانية تكبد المنتخب الجزائري خسارته الأولى في التصفيات أمام مضيفه منتخب مالي بهدفي سيدو كيتا ومصطفى ياتباري، وصعد المنتخبين معا للنهائيات ب15 نقطة وتسع نقاط على الترتيب على حساب الثنائي مالاوي وإثيوبيا اللذين تعادلا سلبيا في أديس أبابا وبقي في المركزين الثالث والرابع ب7 و4 نقاط على الترتيب. بدوره انتزع المنتخب الجابوني المركز الأول في المجموعة الثالثة بفوزه الكبير على ليسوتو ب4 أهداف لهدفين رافعا غلته إلى 12 نقطة متفوقا بنقطة على منتخب بوركينا فاسو الذي رافقه للنهائيات بعد تعادله خارج الديار مع نظيره الأنغولي بهدف لمثله. في المجموعة الرابعة حافظ منتخب الكاميرون على القمة بتعادله مع منتخب كوديفوار بدون أهداف في أبيجان، وصعد عملاق الغرب الإفريقي للنهائيات معا ب14 نقطة للأول و10 نقاط للثاني، ورافقهم منتخب الكونغو الديمقراطية كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث بعد تفوقه على سيراليون ب3 أهداف مقابل هدف. أما في المجموعة الخامسة فقد تحددت هوية الصاعدين بنهاية الجولة الأخيرة، حيث حجز منتخب غانا المركز الأول برصيد 11 نقطة عقب فوزه على توجو ب3 أهداف مقابل هدف، ولحق به المنتخب الغيني ب10 نقاط بإطاحته بنظيره الأوغندي بهدفين دون مقابل. في المجموعة السادسة حافظ منتخب الرأس الأخضر على الصدارة رغم خسارته أمام وصيفه منتخب زامبيا بهدف دون رد، وتأهل هذا الثنائي للنهائيات برصيد 12 و11 نقطة فيما ودع الثنائي الآخر موزمبيق والنيجر بعد تعادلهما بهدف لمثله في نيامي. أخيرا وفي المجموعة السابعة فرط منتخب مصر في فرصته الأخيرة في التأهل بخسارته الثانية على التوالي والرابعة في التصفيات أمام منتخب تونس بهدف لهدفين على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير، ليحافظ نسور قرطاج على الصدارة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منتخب السنغال الذي تفوق على ضيفه البوتسواني ب3 أهداف دون رد. الجولة الختامية للتصفيات التي انطلقت في 5 سبتمبر الماضي شهدت 5 تعادلات و9 حالات فوز، واحد منها فقط خارج الديار، واستقبلت الشباك خلالها 34 هدفا في 14 مباراة بمعدل 2.4 هدف في اللقاء الواحد. هذا وستجرى قرعة البطولة في 3 من الشهر المقبل في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، وتوزع خلالها المنتخبات المتأهلة إلى 4 مجموعات بعد تقسيمها إلى 4 مستويات طبقا لتصنيفها ونتائجها في البطولات الأخيرة.